السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور هاني أسامة هاشم، اختصاصي في تقويم الأسنان والفكين. أريد بداية أن أشكر الدكتور مازن دوماني على دعوته الكريمة للمشاركة بمؤتمر مجموعة طب الأسنان المباشر بنسخته الخامسة. سأشارك معكم اليوم إن شاء الله بمحاضرة أرجو أن تكون مفيدة وخفيفة الظل. هذه المحاضرة بعنوان تحليل الصورة السيفالومترية الجانبية للممارس العام. بداية، من أين جاءت كلمة سيفالومتري، أو ماذا تعني كلمة سيفالومتري؟ سيفالو في اللاتينية تعني الرأس، ومتري تعني القياس. إذن كلمة سيفالومتري تعني علم قياس الرأس، ومن هنا جاءت هذه الكلمة. بشكل عام لدينا نوعين من الصورة السيفالومترية: الصورة السيفالومترية الجانبية أو lateral سيفالومتريك، وهي الصورة الأكثر شيوعا والتي هي ستكون موضوع محاضرتنا اليوم إن شاء الله. الممارس العام سيتعامل مع هذه الصورة. أما النوع الثاني فهو الصورة السيفالومترية الجبهية أو الفرونتال سيفالومتريك أو البوستيرور أنتيرو سيفالومتريك، هي صورة اختصاصية نوعا ما تفيدنا في تشخيص مشاكل عدم التناظر، وفي تشخيص المشاكل بالاتجاه العرضي مثل تضيق الفك العلوي الهيكلي. ومثل ما قلت سنتناول في هذه المحاضرة موضوع الصورة السيفالومترية الجانبية. السؤال المهم جدا، ما هي استطبابات الصورة السيفالومترية الجانبية؟ أو بمعنى ثاني، هل يجب إجراء الصورة السيفالومترية الجانبية لكل مريض تقويم؟ الإجابة بالطبع هي لا. الصورة السيفالومترية الجانبية لها استطبابات معينة، وما لازم أنه أي مريض تقويم يدخل لعيادة التقويم أنه نوصف له عمل صورة سيفالومتريك وأنه نقوم بتحليل الصورة السيفالومترية لكل مريض تقويم. فالاستطبابات هي التالية: أول استطباب هو المساعدة في التشخيص ووضع خطة المعالجة للحالات ذات الخلل الهيكلي. الحالات ذات الخلل الهيكلي يعني مثل إذا كان في عنا نحن مثلا بروز في الفك العلوي، تراجع بالفك السفلي، بروز في الفك السفلي يعني مثل حالات الصنف الثاني والصنف الثالث الهيكلي، أو الحالات اللي بدنا نعمل فيها أو الذي يتوقع فيها أن يحدث تعديل لمحاور القواطع، مثل حالات مثلا البروز المضاعف الشديد، والحالات اللي بدنا نقوم فيها بعمل تمويه، يعني هي حالات جراحية ولكن نريد أن نقوم بعمل تمويه تقويمي لها. إذن هذا هو أول استطباب. الاستطباب الثاني هو مراقبة تطور المعالجة التقويمية. إذا أنا حسيت حالي أو طبيب التقويم حس حاله بحاجة أنه بده يراقب تطور العلاج، سواء ببداية العلاج أو خلاله أو عند نهاية العلاج، فبده يعمل المراقبة هي عن طريق الصور الثلاثة: صورة في البداية، صورة خلال العلاج، وصورة في النهاية. إذن هذا هو الاستطباب الثاني. الاستطباب الثالث هو الأهداف البحثية يلي كلياتنا بنعرفها، التي تجرى في الجامعات وفي المراكز البحثية، عندئذ يستطب إجراء الصورة السيفالومترية. كمثال بسيط، هلا هي حالة عضة مفتوحة هيكلية شديدة. طبعا هي الحالة موضوع إجراء الصورة السيفالومترية فيها هو موضوع إجباري. أما هي الحالة هي عبارة عن مريضة راجعت لديها صنف أول هيكلي، الوجه متناسق تماما مثل ما نحن ملاحظين، أوفر بايت وأوفر جيت طبيعية، انسجام في الخطوط المتوسطة، علاقة الأنياب صنف أول. المشكلة الوحيدة فقط هي منظر الرباعيات أو منظر اللاترالز، التو لاترالز هذول صاير فيهم دوران أو روتيشن، وبالتالي وظيفتنا هي فقط تصحيح الروتيشن. طبعا المسافة الموجودة هي كافية بالنسبة لهي الرباعيات، أنا ما حطيت جميع الصور، فقط اكتفيت بهي الصورة حتى ما نطيل المحاضرة. فمثل هذا الموضوع هون عنا تصحيح الروتيشن هاد وهاد هون، هذا لا يستدعي صورة سيفالومتريك جانبية. خلينا نشوف نحن هذا سلايد مهم جدا، هذا الموضوع بناء على هذا الموضوع لازم نحن نعرف إمتى بنطلب سيفالومتريك وإمتى ما بنطلب السيفالومتريك.
ما هي المعلومات التي يمكن أن تقدمها لنا الصورة السيفالومترية الجانبية؟ هل الصورة السيفالومترية الجانبية هي صورة 2D، يعني صورة ثنائية الأبعاد، مثل ما أننا ملاحظين في عنا البعد الأمامي الخلفي اللي أنا هون حاطه باللون البرتقالي، والبعد العمودي اللي أنا هون حطيته بالمؤشر أو السهم الأزرق. إذن هاي الصورة بتعطيني معلومات، بداية معلومات عن الاتجاه الأمامي الخلفي أو نحن نسميه الاتجاه السهمي، يعني sagittal direction. تعطيني معلومات عن الاتجاه العمودي، عن vertical direction. تعطيني معلومات عن معلومات هيكلية، يعني معلومات عن القواعد الفكية. عندي عن معلومات عن الفك العلوي، معلومات عن الفك السفلي وعلاقتها مع قاعدة القحف مثل ما هلأ حنشوف. إذن هي اسمها معلومات هيكلية، معلومات هيكلية. تقدر توفر لي هاي الصورة أيضا معلومات سنية، يعني أنا بدي أشوف تزوي هالقواطع، هاي تزوي القواطع العلوية وعلاقتها مع مستوى الفك العلوي ومع قاعدة القحف، وتزوي القواطع السفلية وعلاقتها أيضا مع مستوى الفك السفلي، وعلاقة القواطع العلوية بالقواطع السفلية. هاي نحن بنسميها dental information أو المعلومات السنية. إذا أخذنا معلومات بالاتجاه الأمامي الخلفي وبالاتجاه العمودي عن الأمور الهيكلية وعن الأمور السنية. هاي نحن لازم نحطها بالبال. هالقسم هاد هو اللي رح يهتم فيه الممارس السني العام أو طبيب الأسنان اللي ما له اختصاصي تقويم. هاي المعلومات لازم يكون على بينة عنها، وهي نحن أخذناها في السنة الرابعة والخامسة أثناء مقرر التقويم. ولكن هاي المحاضرة إجت هي فقط للتذكير في بهذه المعلومات، ولتوضيح المعلومات، لتوضيح الأمور التي قد تكون مبهمة أو التي قد تعتمد على الحفظ في بعض الأحيان. يعني أنا بدي حاول نعتمد في تحليل الصورة السيفالومترية على موضوع الفهم والتحليل أكثر منه على موضوع الحفظ. إذن أنا بدي استنبط من هاي الصورة معلومات عن الأمور الهيكلية ومعلومات عن الأمور السنية. كاختصاصي تقويم لازم نحن ندرس أمور تانية يلي هي النسج الرخوي، مثل ما أنا ملاحظين هون الصورة واضح فيها النسج الرخوي. هون نحن في عنا انطباع الأنف والشفتين لعند الرقبة، هذا كله والذقن طبعا، هذا كله واضح في الصورة. بناخذ معلومات عن الطرق الهوائية العلوية واللي هي حاليا كتير، يعني في السنوات الأخيرة كتير عم نهتم بموضوع علاقة الطرق الهوائية العلوية مع معالجات التقويم. الطرق الهوائية العلوية المقصود فيها البلعوم، البلعوم متمثلا بالبلعوم الأنفي والبلعوم الفموي والبلعوم الحنجري. فهي عنا الطرق الهوائية العلوية، هذا اللي نحن قدرانين نشوفه بهي الصورة. شو قدرانين كمان نشوف بهي الصورة؟ قدرانين نشوف إذا ملاحظين الفقرات، موضوع الفقرات الرقبية. هل الفقرات الرقبية بشو بتفيدنا؟ بتفيدنا بموضوع اللي هو نحن بنسميه تحديد العمر العظمي. تحديد العمر العظمي اللي أحد الطرق له هي صورة اليد، والطريقة الثانية له هي موضوع صورة تحليل صورة الفقرات الرقبية. فهي هي الأمور يلي بنقدر نحن نستنبطها أو نستخرجها من صورة السيفالومتريك. المعلومات الهيكلية، المعلومات السنية، معلومات عن السوفتيش وعن نسج الرخوة، معلومات عن الأبر إيرواي، معلومات عن العمر العظمي اللي هو السكيليتال إيج. فهي هذا الموضوع، هذا السلايد مهم جدا لحتى نعرف نحن شو بدنا نشوف بصورة السيفالومتريك، وإمتى لازم أوصفها وإمتى ما لازم أوصفها. هلأ هذا الشكل الترسيمي، أنا وضعت هذا الشكل الترسيمي لأنه هذا الشكل يجب أن ينطبع في الذاكرة. هذا الشكل الترسيمي لح ينطبع بالذاكرة لأنه لح يسهل كتير علينا موضوع فهم صورة السيفالومتريك. الشكل الترسيمي يمثل ما يلي: قاعدة القحف اللي هي خلينا نقول قاعدة الجمجمة، مستوى قاعدة الجمجمة يعني، مستوى الفك العلوي ومستوى الفك السفلي. والفك العلوي أنا رسمت عليه هون القواطع والأرحاء، الأرحاء الأولى طبعا
والقواطع السفلية والأرحاء السفلية على مستوى الفك السفلي. مثل ما قلت هذا الشكل، يعني هذا الشكل لازم ينطبع بالذاكرة أكثر من هذا الشكل، لأنه هذا الشكل اللي حيضل ولح يخلينا نحن نفهم الأمور بشكل مبسط، وأنه ما نعتمد كتير على حفظ النقاط وحفظ المستويات المرجعية، لأنه النقاط والمستويات المرجعية اللي حنشوفها لاحقا هلأ في خلال المحاضرة أخذناها نحن بسنوات الدراسة، ولكن أنا على ثقة تماما أنه الشخص يلي ما بيتعامل مع صورة السيفالومتريك لح ينسى هاي النقاط. بالنسبة لاختصاصية التقويم، حتى طلاب التقويم السنة الأولى موضوع النقاط والمستويات المرجعية بالنسبة لهم مثل اسمهم، يعني بيحفظوها عن ظهر قلب وبشكل روتيني جدا جدا من السنة الأولى في اختصاص التقويم. أما بالنسبة لطبيب الممارس العام فإذا ما كان عنده استخدام لهذه الصورة فسينسى النقاط وسينسى المستويات المرجعية. لهذا أنا وضعت هذا الشكل، لأنه هذا الشكل هو اللي لازم نحن نتذكره لحتى فيما بعد نقدر نحلل صورة سيفالومترية إذا إجتنا يوما ما على العيادة واضطرينا نحللها ونستخدمها. نجي نحن هلأ على أول بند حكينا فيه يلي بده يهتم فيه الممارس العام، المعلومات الهيكلية التي يجب أن يستخرجها الممارس العام من صورة السيفالومتريك الجانبية بالاتجاه السهمي. يجب أنه نقدر نشوف علاقة الفكين مع بعضهما البعض وبالنسبة لقاعدة القحف، هي رقم واحد. فعلاقة الفكين هي لازم نحن ندرسها بالاتجاه السهمي، يعني بالاتجاه الأمامي الخلفي. العلاقة هي ممكن تكون طبيعية، ممكن يكون في عندي تقدم أو تراجع بالفك العلوي، ممكن يكون في عندي تقدم أو تراجع بالفك السفلي. طبعا ممكن يكون في عندي مشكلتين مع بعضهم البعض، يعني مثلا تراجع بالفك العلوي وبروز بالفك السفلي أو تقدم بالفك السفلي بآن واحد. بناء على هالمشاكل أو بناء على التشخيص اللي طلع معي من خلال صورة السيفالومتريك، ممكن نحن نشوف أنه في عندنا صنف أول هيكلي، صنف ثاني هيكلي، وصنف ثالث هيكلي. بالنسبة للصنف الأول القواعد متوضعة بشكل طبيعي بالنسبة لبعض البعض. بالنسبة للصنف الثاني منلاحظ أنه الفك العلوي قد يكون متقدما إلى الأمام، وخلينا نفترض أنه الفك السفلي قد يكون متراجعا إلى الخلف، مثل هذا المخطط البياني أو هذا المخطط الترسيمي تماما. ومنلاحظ هون عنا أنه الأوفر جيت زادت وعلاقة الأرحاء صارت علاقة أرحاء من الصنف الثاني. فهيك نحن بيكون في عنا صنف ثاني هيكلي. بالنسبة للشكل الشكل رقم 3 هذا بيعبر عن موضوع الصنف الثالث الهيكلي. بالصنف الثالث الهيكلي بيكون في عنا إما الفك العلوي متراجع للخلف أو الفك السفلي متقدم للأمام. بكل الحالتين نحن منلاحظ أنه صار في عندي عضة معكوسة أمامية، وبالنسبة لعلاقة الأرحاء صارت علاقة أرحاء من الصنف الثالث أو علاقة أنسية بالنسبة للأرحاء. ننتقل للفكرة الثانية، المعلومات الهيكلية اللي بنقدر أنه نحن نحصلها من صورة السيفالومتريك، ولكن هالمرة بالاتجاه العمودي. نحن شفنا بالاتجاه الأمامي الخلفي كيف فينا نحدد موضوع الصنف الأول أو الصنف الثاني أو الصنف الثالث. بالنسبة للاتجاه العمودي بدنا نشوف نحن ونتحرى عن الأمور التالية، هل العلاقة طبيعية أم يوجد زيادة في الارتفاع الأمامي للوجه وتوجه نحو عضة مفتوحة أمامية، أو يوجد عندي نقص في الارتفاع الأمامي للوجه وتوجه نحو عضة عميقة. طبعا العضة المفتوحة الأمامية هي بتكون هيكلية المنشأ إذا كانت موجودة عندي واكتشفت أنا على السيفالو نتيجة تحليل علاقة القواعد الفكية ببعض البعض، والعضة العميقة أيضا بتكون كمان هيكلية المنشأ لما بشوف أنا أنه في خلل بعلاقة القواعد الهيكلية مع بعض البعض بالاتجاه العمودي. هلأ هذا المخطط هو المخطط الطبيعي يلي نحن شفناه واللي حفظناه بذاكرتنا. هذا المخطط هون منشوف أنه صار في عندي أنا زيادة بالثلث الأمامي للوجه، وبالتالي زيادة في البعد العمودي الأمامي للوجه بشكل عام. إذن زيادة في البعد العمودي الأمامي الكلي وفي الثلث السفلي أيضا.
وهذا نحن بنسميه هون انه حصل في عنا دوران خلفي للفك السفلي. نتيجة الدوران الخلفي للفك السفلي صار في عندي هالزيادة هي، وصار في عنا اذا ملاحظين العضة المفتوحة الامامية، العضة المفتوحة الامامية. نجي للمخطط التالي، بنلاحظ انه هون نحن صار في عنا دوران امامي، هذا نحن بنسميه دوران امامي للفك السفلي، او دوران عكس عقارب الساعة. هذا الدوران هون مع عقارب الساعة، اما هذا هون الدوران هو عكس عقارب الساعة، نحن بنسميه دوران افقي. هذا الدوران الافقي للفك السفلي ادى الى عضة عميقة مثل ما نلاحظين على مستوى القواطع، بنشوف انه في عنا عضة عميقة. هاي العضة العميقة هي عضة هيكلية المنشأ، وبنفس الوقت صار في عنا قصر في البعد العمودي الامامي للوجه بشكل عام، وطبعا للثلث السفلي من الوجه. اذا هي نظرة عامة عن المعلومات الهيكلية بالاتجاه العمودي يلي فينا نحن نستنبطها من صورة السيفالومترك الجانبية. نجي الان للمعلومات السنية. المعلومات السنية بدنا نشوف نحن مثل ما اتفقنا تزوي القواطع، تزوي محاور القواطع بالنسبة لقواعدها الفكية، يعني بالنسبة للفك العلوي وللفك السفلي، وبالنسبة لبعضها البعض. فإما أن يكون هذا التزوي طبيعيا، وإما أن تكون القواطع العلوية أو السفلية سواء كل واحدة لحال، يعني سواء القواطع العلوية لحالة بارزة بالنسبة لقاعدتها العلوية اللي هي الفك العلوي، أو ممكن يكون في عنا مثلا بروز مضاعف، يعني القواطع العلوية والسفلية بارزة مع بعض البعض، أو ممكن تكون عنا القواطع متراجعة. بنلاحظ حالة تراجع القواطع بحالات، مثلا تراجع القواطع العلوية ممكن نلاحظه بحالات الصنف الثاني نموذج ثاني، يعني الكلاس 2 ديفيجن 2. ممكن نلاحظ تراجع القواطع السفلية بحالات الصنف الثالث المموهة، يعني نتيجة بروز الفك السفلي بنلاحظ انه القواطع السفلية تراجعت الى الخلف. ما بدنا ندخل بامور كتير، خلينا ماشيين بامور بسيطة وليست عميقة لحتى تصل الفكرة بالشكل الاوضح والاسلم ان شاء الله. هذا هو المخطط الطبيعي. هذا المخطط بيمثل لي البروز المضاعف، فنحن هون شايفين في عنا هون بروز، على افترضنا انه هذا البروز هو بروز طبيعي، هذا البروز هون هو بروز مضاعف. كلمة بروز مضاعف يعني محاور القواطع العلوية ومحاور القواطع السفلية بارزة بآن واحد معا، وهذا بينتج عنا حالة البروز المضاعف أو البايمكسيلري بروتروجن. بهذا المخطط رح نلاحظ نحن أنه في عنا تراجع بالقواطع، تراجع بالقواطع العلوية والسفلية. هاي الحالة أنا حبيت مثل فيها مثلا موضوع الكلاس 2 ديفيجن 2 اللي بيكون مترافق مع تراجع في القواطع العلوية. هي هي المعلومات السنية يلي نحن بنقدر نحللها أو نستخرجها من صورة السيفالومترك الجانبية. نجي الآن على الموضوع المهم يلي هو إنه نحن كيف بدنا نستخرج هاي المعلومات. طبعا نحن بنعرف كيف أخذناها، كيف نعملها، موضوع النقاط والمستويات المرجعية، بس أنا حبيت بهاي المحاضرة نسهل موضوع إنه نستذكر موضوع النقاط والمستويات المرجعية، لأنه مثل ما قلت خلال المحاضرة إنه هذا الموضوع ما بدي يعتمد على الحفظ، لازم يعتمد على الفهم لحتى نقدر نستذكره إمتى ما حبينا وبشكل سهل وسلس. هلا أنتوا شايفين هاي النقاط بهاي الصورة، هاي الصورة مأخوذة من كتاب Introduction to Orthodontic للورا ميتشيل 2019. هذا الكتاب أنصح الجميع بقراءته إذا حابين أنه يطوروا معلوماتهم في موضوع التقويم، طبعا كمبتدئين. فهي الصورة، هي النقاط، هلأ كوهلة أولى نحن بنشوف أنه هي النقاط كتيرة، بس اللي نحن بنشوف طريقة أنه نقدر نبسط حفظ هي النقاط ونبسط وضع هي النقاط لما تجينا صورة السيفالومتريك. خلينا نشوف هذا المخطط يلي اتفقنا انه هذا المخطط لازم نحفظه، وباخر بالسلايد الاخير رح نشوف كيف انه نحن قدرنا نحصل هذه النقاط، جميع هذه النقاط بطريقه سهله وسلسه. هلا نحن بدايه اتفقنا انه في عنا قاعده القحف، وفي عنا الفك العلوي، وفي عنا الفك السفلي. هلا قاعده القحف رح يتمثل عندي
رح يتمثل بمستوى. هذا المستوى نحن بنسميه مستوى قاعدة القحف. الفك العلوي رح يتمثل بمستوى بنسميه مستوى الفك العلوي. الفك السفلي رح يتمثل لدي بمستوى هو مستوى الفك السفلي. إذن هلأ نحن صار في عنا ثلاث مستويات. والمستوى مثل ما بنعرف بيتحدد بنقطتين، أي مستوى بيتحدد بنقطتين، وبالتالي أنا صار في عندي ثلاث مستويات وست نقاط. صار في عنا ثلاث مستويات وست نقاط. طيب بدنا نرسم مستوى رابع يلي هو نحن بنسميه مستوى الإطباق الوظيفي اللي هو الفانكشنال اوكلوزال بلين. هذا هو مستوى الإطباق الوظيفي. نبتدي بالنقاط. مستوى قاعدة القحف يتحدد بنقطتين مثل ما اتفقنا. نحن قلت انه في ست نقاط عنا. حأبدأ بأول نقطتين اللي هنين النقطتين اللي محددين لمستوى قاعدة القحف. أول نقطة هي النقطة S اللي هي نقطة سلة. النقطة الثانية هي نقطة N اللي هي نقطة نازيون. فصار في عندي SN مستوى قاعدة القحف. ننتقل للمستوى الثاني اللي هو مستوى الفك العلوي. مستوى الفك العلوي بيتحدد بنقطتين اللي هنن الانتيريور نيزل سباين والبوستيريور نيزل سباين اللي هنن شوك الأنف الأمامي وشوك الأنف الخلفي. إذن شوك الأنف الأمامي وشوك الأنف الخلفي. نحن لحد هلأ صار في عنا أربع نقاط. نجي لمستوى الفك السفلي. المستوى الفك السفلي بيتحدد بنقطتين اللي هنن المينتون والجونيون. المينتون اللي هي أخفض نقطة على الارتفاق الذقني، والجونيون اللي هي بتشكل زاوية الفك السفلي. وهلأ في عنا جدول منشوفه لاحقا بيبين لي تعريفات هاي النقط هاي اللي بده يعرف بالتفصيل كيف أو شو هي تعريفات هاي النقط. إذن صار في عنا هيك ست نقط. نقطتين محددين لمستوى قاعدة القحف اللي هن الـ SN، ونقطتين محددين مستوى الفك العلوي اللي هن PNSANS، ونقطتين محددين مستوى الفك السفلي اللي هو جونيون مينتون. طيب في عنا نقطتين تانيات هلا حنجي عليهم. هذا هو الفانكشنال اوكلوزال بلين اللي حكينا عنه. الفانكشنال اوكلوزال بلين بالتعريف هو المستوى اللي بمر بين حدبات الأرحاء العلوية والسفلية وأيضا حدبات الضواحك. نحن هم ما نرسمين الضواحك، هو بمر بين حدبات الأرحاء العلوية والسفلية وبين حدبات الضواحك. هذا هو مستوى الإطباق الوظيفي. نجي لنقطتين كتير مهمين، هدول نقطتين أتوقع الجميع حافظهم وبيعرفهم اللي هن النقطة A والنقطة B. النقطة A والنقطة B. إذن هلأ هيك بنظرة عامة على الشكل كم نقطة نحن صار عنا وكم نقطة صرنا حافظين بذاكرتنا. صرنا حافظين 8 نقط، الـ S والـ N والـ PNS والـ ANS والجونيون والمينتون والـ A point والـ B point. هلأ الـ A point بالتعريف هي النقطة اللي واقع على أكثر منطقة مقعرة على الحافة الأمامية للفك العلوي، والبي بوينت هي النقطة التي توافق أكثر نقطة مقعرة على الحافة الأمامية بالنسبة للفك السفلي. خلينا بهذا الشكل الترسيمي نرسم محاور القواطع العلوية ومحاور محور القواطع السفلية، محور القواطع العلوية ومحور القواطع السفلية، ونقاطع هذا المحور مع مستوى الفك العلوي ومع مستوى قاعدة القحف. ومنلاحظ هون انه محور القاطعة السفلية نحن قاطعناه مع مستوى الفك السفلي، ومحاور القواطع اتقاطعت مع بعض البعض بهي الزاوية. طيب هذا الشكل صار محفوظ ضمن الذاكرة، ولاحظنا كيف انه النقاط قدرنا نعينها بكل سهولة. هلأ خلينا نقارن بين هذا الشكل اللي نحن توصلنا له وبين الشكل الموجود بكتاب لورا ميتشل المعنون كالتالي: commonly used points and reference lines، يعني النقاط والمستويات المرجعية الأكثر شيوعا.
ليش أنا حطيت خطوط حمراء تحت كلمة الأكثر شيوعاً؟ لأنه نحن بالسيفالومتريك، بعلم السيفالومتريك، في عنا نقاط كتيرة كتير، وفي عنا تحاليل عديدة جداً، وفي عنا كتب كاملة تتناول موضوع السيفالومتريك. ولكن بالممارسة اليومية، سواء كنا أطباء تقويم ولا سواء كنا ممارسين عامين، نحن ما بنهتم بكل النقاط وبكل المستويات المرجعية وبكل التحاليل. عادة كل طبيب بيختار بعض الزوايا وبعض المستويات المرجعية اللي هو بيشوفها ملائمة بالنسبة له وبتساعده بالتشخيص، وبيعتمد هي النقاط وهي المستويات بمعالجاته أو هي التحاليل بمعالجاته. أو مثلا كل مؤسسة تعليمية، أو مثلا كل دولة، مثلا ببريطانيا أخذين هذا التحليل، هو التحليل أكثر شيوعا، بيحللوا تحليل بيسموه تحليل إستمان. نحن بجامعة دمشق كان عنا في تحليل أكثر شيء اعتمدنا فيه على تحليل ستاينر وقتها. فكل طبيب أو كل مؤسسة تعليمية أو كل مجموعة أطباء في يعني مثل ما قلت، خلينا نقول بالمؤسسات التعليمية، ممكن يلاقوا لحالهم تحليل معين أو يرتقوا أنه هذا التحليل بيخدمهم بالشكل الأفضل. ولكن نحن مثل ما قلت بدنا نشوف شو هي النقاط يلي بتخدمنا وشو هي المستويات المرجعية اللي بتخدمنا خلال التشخيص، وأكيد ما لح نحفظ كل هذه النقاط وكل المستويات المرجعية وكل التحليلات. ممكن لدراسة التحليلات أو للاستزادة ممكن أنه تتم المراسلة بعد انتهاء المحاضرة لحتى أزودكم بأسماء الكتب أو أسماء بعض المراجع لبعض التحليلات المعينة والمشهورة، مثل تحليل مكنمارا، تحليل ستاينر، في عنا تحليل اسمه تحليل هازوند، يعني في عنا كتير تحليل ممكن نشوفها بالنسبة لموضوع السيفالومتريك. بس هي ملاحظة حبيت أني نوه عنها. فمنلاحظ هلأ نحن هون موضوع الشكل اللي نحن توصلنا له إذا بدنا نقارنه بالشكل الموجود بكتاب لورا ميتشل. خلينا نشوف نحن كم نقطة وكم مستوى حققنا. بتلاحظوا إنه هذا هون SN line نحن رسمناه، ارتسم معنا موضوع المكسيلري بلين كمان رسمناه PNSANS، موضوع الفانكشنال اوكلوجال بلين رسمناه، موضوع المانديولر بلين كمان رسمناه، الجونيوم مينتون، PNSANS، النقطة A، النقطة B، النقطة S، النقطة N، هذا كلها شفناه. بيصفى عنا بس في موضوع مستوى فرانكفورت بلين، هذا بيتحدد بنقطتين نحن بنسميهم البوريون والأوربيتال. هلأ بنشوف تعريفاتهم في الجدول اللاحق. أنا لحتى أحفظهم من أيامات الجامعة، لما كنت أحفظهم كنت أحفظ القاعدة التالية، أقول بور من كلمة يعني من فقير باللغة الإنجليزية، بور بتعطيني بوريون أوربيتال، هذا هو مستوى فرانكفورت. إذا مستوى فرانكفورت يعادل بور، هي حتى نحن نحفظه في حال أردنا أن نستخدمه في تحليلاتنا. في التحليلات اللي حأستعرضها بالمحاضرة لن نستخدم هذا المستوى. وفي عنا هون كمان النقطة بوغونيون، هي زيادة عنا اللي هي أكثر نقطة بارزة على الارتفاق الذقني. كمان بالخلال التحليل اللي بدنا نقدمه في المحاضرة أو نستعرضه لن نستخدم هذه النقطة، لح نستخدم بس الأمور يلي تناولناها بهذا الشكل، وأعتقد أن هذه الأمور ستكون كافية بالنسبة للممارس العام. النقط اللي تناولناها كلياتها تقريبا موجودة بهذا المخطط اللي المأخوذ من هذا الكتاب اللي هو Oxford Handbook of Clinical Dentistry، يلي هذا الكتاب بيعتمد على المعلومات اللي لازم الممارس العام يكون على بينة بها. فهذه النقاط وهذه المستويات المرجعية اللي تناولناها كلياتها موجودة ضمن هذا المخطط، ولم تخرج عن هذا المخطط. بالتعريفات اللي أنا ما نطول الشرح في هذا السلايد عن تعريفات النقط، اللي هي الاس السلة، الان النازيون، الاوربيتال، البوريون، ان اس بي ان اس، جونيون، مينتون، النقطة A، نقطة B، مستوى فرانكفورت، مستوى الفك العلوي، مستوى الفك السفلي. بتحبوا انتوا وقفوا شوي، يعني اعملوا ايقاف للفيديو وشوفوا التعريفات بس لحتى نرجع نستذكرها. ننتقل للسلايد اللي بعده. ما هي القياسات
المطلوب إجراؤها لتحليل الصورة السيفالومترية. بالنسبة للصورة السيفالومترية نحن في عنا نوعين من القياس بدنا نجريهم، اللي هن القياسات الزاوية يعني بدنا نقيس زوايا، والقياسات الخطية يعني بدنا نقيس خطوط بالمسطرة، بدنا نقيس خطوط، هون بدنا نقيس زوايا. فهي هي موضوعين القياسات اللي نحن بدنا نستخدمهم، حنشوف كيف حنستخدمهم. اتفقنا نحن على الأمور اللي بدنا نستنبطها أو نستخرجها من صورة السيفالومتريك. النقطة الأولى هي تحديد العلاقة الهيكلية بالاتجاه الأمامي الخلفي، يعني بالاتجاه السهمي أو الاتجاه السجيتال. لتحديد هذه العلاقة يعني أنا بدي أشوف هل في عنا صنف أول ولا صنف ثاني هيكلي ولا صنف ثالث هيكلي. في عنا هاي الزوايا، الزاوية SNA مثل ما أنا ملاحظين هون بالشكل المأخوذ من كتاب دالجت جيل 2008 اللي هو كتاب أورثودونتيك أت جلانس. فهذا حشوف عدة مخططات، حنستعرض عدة مخططات موجودة في هذا الكتاب، وأيضا هذا الكتاب أوصي به بشدة لمن يريد أن يطلع على الأمور التقويمية بالنسبة للممارسين العامين. كتاب كتير ممتاز وسلس ومعلوماته مكثفة وجيدة بآن واحد. الزاوية SNA هي هاي الزاوية، الزاوية SNA هاي الزاوية مثل ما أننا ملاحظين حتعين لي علاقة الفك العلوي مع قاعدة القحف SNA. منلاحظ عن أنه إذا زادت هاي الزاوية، إذا SNA زادت يعني إذا النقطة A كانت هاي النقطة لقدام، فشو معناتها؟ معناتها أنه الفك العلوي متقدم للأمام بالنسبة لقاعدة القحف، وبنفس الوقت إذا تراجعت النقطة A فمعناتها الفك العلوي متراجع بالنسبة لقاعدة القحف. ومنلاحظ أنه زاوية SNA ستكون صغيرة عن القيمة الطبيعية. بنفس الطريقة الزاوية SNB، SNB الزاوية SNB بتحدد لي علاقة الفك السفلي مع قاعدة القحف بالاتجاه السهمي أو الاتجاه الأمامي الخلفي. إذا كانت النقطة B بارزة حنشوف إنه في عنا تقدم بالنسبة للفك، تقدم للفك السفلي بالنسبة لقاعدة القحف، وبالتالي الزاوية SNB لح تكون كبيرة، وصغر هذه الزاوية سيعني أن النقطة B متراجعة إلى الخلف وأن الفك السفلي متراجع إلى الخلف، ونحن قد نكون أمام صنف ثاني هيكلي. الآن الزاوية AMB هي الزاوية المهمة بالنسبة لنا. الزاوية AMB بتعبر عن علاقة الفكين مع بعضهما البعض، علاقة الفك العلوي مع علاقة الفك السفلي. هذه الزوايا جميعها إذا ازدادت معناته نحن في عنا زيادة في الخلل، وإذا تناقصت معناته نحن أمام تراجع. إذا الزيادة تعني خلينا نقول بروز، والنقصان معناته تراجع. هي خلينا نحن نكون تعرفنا على موضوع الزوايا SNA SNB AMB. هلا هي الزوايا شو مشكلتها؟ هي الزاوية مشكلتها هي تعلقها بالنقطة N. فإذا النقطة N كانت مثلا متوضعة إلى الأمام قليلا أو متراجعة إلى 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 الخلف، أو كان في عندي خلل بتوضع النقطة N ناتج عن خلل في توضع القاعدة القحفية، بالتالي هي الزوايا رح يصير فيها خلل وما حتعطينا المدلولات النظامية. وبالتالي ممكن نحن نعمل تحليل تاني نستعين فيه اللي هو تحليل ويتس. تحليل ويتس بيخلينا ننحي موضوع النقطة N وننحي قاعدة القحف بشكل عام. أنا عم بحكي طبعا بشكل جدا مبسط حتى مثل ما قلت الأفكار تظل عالقة في الذهن لأطول فترة ممكنة، ويكون الموضوع هو موضوع فهم أكثر منه موضوع حفظي، وخصوصا للأطباء اللي ما حيكونوا عم يمارسوا صورة السيفالومتريك بشكل شبه يومي. تحليل ويتس هو كالتالي، مثل ما قلت تحليل ويتس النقطة المهمة فيه إنه هو نحى النقطة N، وهو تحليل بيدلني على بيعطينا مدلول عن العلاقة الهيكلية بالاتجاه الأمامي الخلفي غير أو رديف لتحليل الزاوية AMB. تحليل ويتس يعتمد على ما يلي. عنا الأكلوزال بلين أو الفانكشنال الأكلوزال بلين اللي هو مستوى الإطباق الوظيفي، نقوم بعمل مسقط للنقطة A على هذا المستوى، وعمل مسقط من النقطة B على هذا المستوى، فبيصير في عندي AO اللي
اللي هي مسقط النقطة A على مستوى الإطباق الوظيفي، و BO النقطة BO اللي هي مسقط النقطة B على مستوى الإطباق الوظيفي. هلأ بالحالات الطبيعية يجب أنه BO تتوضع، هذا خلينا نقول عند الذكور، بحالة الصنف الأول والحالات الطبيعية الـ BO لازم تتوضع أمام الـ AO بمقدار 1 ميليمتر زائد ناقص 2، ما في مشكلة. فإذا الـ BO لازم تكون متوضعة إلى الأمام بمقدار 1 ميليمتر. طيب هلأ إذا الـ BO متوضعة إلى الخلف من الـ AO، هذا معناته نحن في عنا تراجع بالفك السفلي وفي عنا صنف ثاني هيكلي. إذا كانت متقدمة أكثر من اللازم فنحن أمام صنف ثالث هيكلي. بالنسبة للإناث القيم متقاربة عند الذكور، ولكن عادة الواحد هون نحن نستبدلها بالصفر، يعني الـ AO بتكون منطبقة على الـ BO كمان تقريبا زائد ناقص 2. هلأ بالمناسبة هي زائد ناقص 2 هي حقيقة 1.9، وهون زائد ناقص 2 هي 1.7، بس هل 0.3 ملم أو 0.1 ملم، يعني هي دقة شديدة جدا وقد يصعب قياسها في المسطرة. فخلينا نحن نعتمد مثل ما قلت لسهولة الحفظ 1 زائد ناقص 2 و 0 زائد ناقص 2. والنقطة المهمة أنه الـ BO في الحالات الطبيعية بتكون أمام الـ AO، هي هي في الحالات الطبيعية. هذا تحليل ويتس لازم نحطه بذهننا تماما ونستخدمه في أغلب الحالات. نجي للنقطة الثالثة يلي بدنا نستنبطها أو نستخرجها ونحللها بصورة السيفالومتريك. بدنا نشوف العلاقة الهيكلية بالاتجاه العمودي مثل ما اتفقنا، يعني بدي أشوف أنا يا ترى نحن أمام عضة مفتوحة هيكلية، عضة مفتوحة أمامية هيكلية، ولا أمام عضة عميقة. بدنا نشوف هاي الأمور كلياتها، ولا أمام وجه أمامي قصير، ولا وجه أمامي طويل، عندي دوران أمامي، عندي دوران خلفي. هلأ موضوع الدورانات ما حندخل فيه بهاي المحاضرة، بنتركه لمحاضرات أخرى، أو هو موضوع اختصاصي أكثر منه للممارسين. نرجع لموضوعنا اللي هو تحديد العلاقة الهيكلية بالاتجاه العمودي. لتحديد هاي العلاقة خلينا نحن ناخد متغيرين. المتغير الأول هو الزاوية MMPA. MMPA يعني الماكسيلاري مانديبولار بلين انجل، اذا الزاوية بين مستوى الفك العلوي ومستوى الفك ومستوى الفك السفلي. بنلاحظ انه مستوى الفك العلوي اللي نحن اتفقنا انه بيتعين بالنقطة PNSANS رسمناه هون مثل ما موجود بالشكل التوضيحي الموجود بالكتاب اللي تكلمنا عنه. فهي هو مستوى الفك العلوي، ومستوى الفك السفلي المحدد بالنقطتين غونيون مينتون. التقاء المستويين مع بعضهم البعض عمل لي هاي الزاوية. هلأ هاي الزاوية إذا زادت عن قيمها الطبيعية، يعني إذا صارت إذا بدت تزداد وازداد انفراجها، شو معناته؟ معناته نحن أمام قد نكون أمام عضة مفتوحة هيكلية المنشأ. إذا نقصت الزاوية فنحن أمام عضة عميقة هيكلية المنشأ. وبنفس الوقت إذا زادت الزاوية رح يصير في عندي زيادة في الارتفاع الأمامي للوجه، وإذا نقصت رح يصير في عندي نقص في الارتفاع الأمامي للوجه. هي أول شغلة نحن ممكن أول متغير ممكن ندرسه بالاتجاه العمودي. المتغير الثاني اللي هو نحن بنسميه النسبة المئوية ل اللور انتيريور فيشال هايت، اللي هو ارتفاع الوجه الأمامي السفلي. فنحن بنعمل نسبة مئوية لارتفاع الوجه الأمامي السفلي مقارنة مع ارتفاع الوجه الأمامي الكلي. يعني هذا هو الارتفاع الأمامي السفلي يلي بيتحدد بالنقطة ANS منتون، بنسقط عمود من منتون على مستوى الفك العلوي، ونسقط عمود من نازيون على مستوى الفك العلوي. هي لاحظنا هون من نازيون على مستوى الفك العلوي. هلأ من عند الـ N لعند الـ ME لعند المينتون، من عند النازيون لعند المينتون أو مجموعا مع بعضهم البعض لح يعطيني ارتفاع الوجه الكلي. أما هذا القياس لوحده من عند الـ ANS لعند المينتون لح يعطينا lower anterior facial height.
طبعا هذا قياس خطي بالمليمترات وليس قياس زاوي. هلأ هذا القياس اللي أخذته بننسبه بقى للقياس الكلي مثل ما احنا شايفين هون. lower anterior facial height قسموها على lower anterior facial height زائد الميد فيس هايت، يعني خلينا نقول على الارتفاع الأمامي الكلي حتى نبسطه، قسموا هذا الارتفاع على الارتفاع الكلي وأخذوه بالمية، وبالتالي طلعت عندي النسبة المئوية للارتفاع الأمامي السفلي. هلأ هاي النسبة، نسبة هذا الخط لهذا الخط لازم تكون 55% في الحالات الطبيعية. إذا زادت هاي النسبة عن 55% فنحن احتمال كبير نكون أمام عضة مفتوحة أمامية، وإذا نقصت فاحتمال كتير نكون احتمال كبير نكون أمام عضة عميقة. هاي خلصنا من موضوع علاقة الفكين بالاتجاه العمودي. الموضوع الأخير يلي بدنا نشوفه بالنسبة لنا كممارس عام وفي تحليل الصورة السيفالومترية هو موضوع تزوي محاور القواطع، يعني بدي أشوف أنا زاوية محاور القواطع. هلأ بدي أشوف زاوية محاور القواطع العلوية مع مستوى الفك العلوي، وبدنا نشوف زاوية محور القواطع السفلية مع مستوى الفك السفلي. هلأ هي الزاوية إذا زادت معناته نحن في عنا بروز بالقواطع، وإذا نقصت معناته في عنا تراجع بالقواطع، وكذلك الأمر بالنسبة لموضوع القواطع السفلية. إذا زادت هي الزاوية فمعناته في أنا عندي بروز بالقواطع السفلية، وإذا نقصت في عندي تراجع بالقواطع السفلية بالنسبة للجونيون مينتون اللي هو مستوى الفك السفلي. زاوية تانية مهمة جدا بالنسبة لنا اللي هي الزاوية بين القاطعية، الانتر انسايسال انجل. هلأ هاي الزاوية جدا جدا مهمة، تحقيق قيمة طبيعية لهي الزاوية بعد المعالجة وخصوصا في حالات العضة العميقة يخفف من موضوع النكس الحاصل بعد المعالجة التقويمية. إذن هاي الزاوية تجب مراعاتها بشكل جيد، ويجب أن تكون هاي الزاوية قدر الإمكان محققة لقيمة طبيعية أو قريبة من الطبيعية بعد المعالجة، بعد انتهاء المعالجة التقويمية. هلأ ملاحظة مهمة جدا عن الزاوية بين القاطعية، خلينا نحطها بالبال مثل ما قلت حتى يكون موضوعنا موضوع مفهوم هيك، موضوع حفظي وموضوع عفوا موضوع خلينا نقول بشكل فهم. هاي الشغلة بالذات خليها تضل ببالنا. جميع الزوايا اللي ذكرناها سابقا، هذا طبعا يعني موضوع شخصي، انا مثل عم بنقول لكم الصوره مثل ما انا حفظتها ايامات ما كنت طالب تماما، انه جميع الزوايا تتناسب طردا مع المشكله او مع الخلل. مثل ما شفنا هون هي الزاويه مثلا، اذا زادت هي الزاويه فمعناته انا في عندي زياده في البروز، اذا نقصت الزاويه في عندي نقص بالبروز، فالزوايا تتناسب طردا. بالنسبه للزوايا الهيكليه مثل ما شفنا الاس ان اي والاس ام بي والزاوية السابقة بالنسبة لزاوية الـ MMPA، إذا زادت الزاوية تبع الـ MMPA اللي هي مستوى الفك العلوي، حأرجع سلايد معني شيء لحأرجع سلايد لورا، إذا زادت هاي الزاوية فمعناته في أنا عندي زيادة في الخلل، زيادة في البعد العمودي، وإذا نقصت هاي الزاوية ففي عندي أنا كمان هيكون عندي نقص بالبعد العمودي. إذا في عندي تناسب طردي، زيادة زيادة والنقصان نقصان، ولكن بهذه الزاوية الموضوع هو متناسب عكسيا. شو يعني متناسب عكسيا؟ وهي ليش عم شدد عليها؟ هي كانت تجي في الأسئلة الامتحانية بالنسبة لطلاب السنة الخامسة بالنسبة لموضوع تقويم الأسنان. هي الزاوية لما بتنقص هي الزاوية، لما بتتناقص هي الزاوية، معناتها القواطع برزت. فخلينا نحن نشوف مثلا، هي أنا هو رسمنا الزاوية بشكل متناقص، أنا طبعا رسم سريع، فهون الزاوية تناقصت، فمنلاحظ أن القواطع برزت. أما إذا الزاوية خلينا نفترضها هيك الزوايا القواطع كانت بشكل قائم على قواعد الفكية، فالزاوية حتصير 180 درجة تماما، يعني الزاوية زادت تمام. فهي الزاوية بتتناسب بالعكس مع المشكلة، لما هي الزاوية بتتناقص يزداد البروز، ولما هذه الزاوية تزداد ينقص البروز. بس هي حبيت أن أنوه عليها
ملاحظة خصوصا لطلاب السنة الخامسة والسنة الرابعة، حتى يحطوا ببالهم هذا الموضوع، انه هي الزاوية تتناسب عكسا مع المدلول، مع مدلولها العلمي. طيب بالنسبة للقيم الطبيعية، القيم الطبيعية لهذه القياسات اللي ناقشناها نحن في هذه المحاضرة موجودة في هذا الجدول، ولكن لازم نأكد على موضوع انه عند العرق القوقازي. ليش عم نقول عند العرق القوقازي؟ هلا موضوع القيم الطبيعية او النورمز، نحن خلينا نقول او النورمال فاليوز، هي القيم الطبيعية مختلفة من عرق لآخر. يعني الموضوع الطبيعي عند العرق القوقازي قد لا، او خلينا نقول نحن بالعكس، الموضوع الطبيعي عند العرق الآسيوي قد لا يكون طبيعيا عند العرق القوقازي، ولا يكون طبيعيا ايضا عند اعراق اخرى. ولكن لذلك نحن لازم نقول انه النورمز او القيم الطبيعية متعلقة بكل عرق بعرقه، ويفضل عادة بكل دولة بيصير في عنا بحث عن النورمز لهذه الدولة. نحن مثلا عنا في سوريا في عنا بحث لحتى يعطينا النورمز، بحث تم إجراءه في جامعة دمشق لحتى يعطينا النورمز عند المجتمع السوري، وكنا نحن نطبقه بجامعة دمشق. هذا النورمز صراحة مأخوذ من الكتاب اللي أنا حطيت صورته سابقا، اللي هو كتاب أكسفورد هاندبوك اللي حطينا صورته نحن. فهي النورمز عند اليوكي، تمام، وهن كاتبين انه هي عند العرق القوقازي. فكمان هي ملاحظة تانية انا حبيت نوه عليها بالنسبة للطبيب لما بده يجري تحليل صورة سيفانومتريك بالنسبة لمريضه. لازم نعرف المريض من اي عرق، ونشوف نحن النورمز يلي بينتمي له للعرق اللي بينتمي له هذا المريض. لانه تخيلوا مثلا نحن اني انا شخصت مثلا بروز مضاعف عند مريض، بالنسبة له البروز المضاعف هو موضوع طبيعي، فنحن بنكون عملنا له معالجة تقويمية قلعنا فيها 4 ضواحك بدون لزوم، فقط لأنه نحن شفنا موضوع صورة السيفالومتريك واعتمدنا على نورمز، ولكن هذه القيم الطبيعية اللي اعتمدنا عليها هي لعرق آخر ولمقاييس سيفالومترية لأناس آخرين. طيب هاي الصورة حبيت أختم فيها المحاضرة، صورة مهمة جدا جدا. هاي الصورة منلاحظ نحن أنه This is true. هلا هي الصوره هي حقيقيه، يعني هذا ما فينا نقول انه هي الصوره خاطئه، هي الصوره صحيحه وهي الصوره ايضا صحيحه، تمام، ولكن هذه ليست هي الحقيقه. بنلاحظ هون نحن انه هون في عنا نحن 2D، يعني نحن هون في عنا بعدين فقط، وهون في عنا بعدين فقط، ولكن اخذنا نحن صوره، يعني هي الصوره ما فينا نقول عنها خاطئه، لانه مزبوط هذا مسقط دائري، ومسقط الاسطواني على الحائط حيعطيني هون شكل مربع او مستطيل، فهي حقيقه، يعني هي ما لها خطا لما نحن نجي نحلل. ولكن لما انا بدي اجي اخذ الموضوع بشكل شمولي، بشكل شامل، بنلاحظ انه الدائره ما اعطتني الفكره الشامله، ولا المربع اعطاني الفكره الشامله، لانه هن كانوا 2D. ال3D مناخده بالصورة الشاملة، ال3D نحن مناخده فينا نقول بطريقتين، بطريقة مباشرة عن طريق صورة CBCT، تمام، وطريقة غير مباشرة يلي هي أنا لما بحلل، لما بجمع بيانات تشخيصية وبحللها كلياتها مع بعض البعض بآن واحد. يعني بدنا نشوف الكاست يعني تحليل الأمثلة، تمام، بدنا نشوف الصور الشمسية جدا مهمة، اللي هي الفوتوغراف، الصور الفوتوغرافية بدنا نحللها، بدنا نشوف الفحص السريري، طبعا الفحص السريري، بعدين نجمعهم كلياتهم ومنقاطعهم مع الصورة السيفالومترية الجانبية لحتى ناخد التشخيص الصحيح. إذن الطريقة الغير مباشرة أني أجمع تحليلات جميع الأمور التشخيصية مع بعض البعض، سواء الفحص السريري أو فحص الأمثلة أو فحص الصور الشمسية.
الآن إجت السي بي سي تي وريحتنا من كتير أمور. السي بي سي تي بنقدر نستخرج منها صورة بانورامية، بنقدر نستخرج منها الصورة السيفالومترية الجانبية والجبهية، بتعطيني صورة ثلاثية الأبعاد، بيكون قدامي صورة ثلاثية الأبعاد، وبالتالي بنقدر قدر الإمكان نوصل للحقيقة، للتروث. تمام؟ فهي حبيت خلي هذا السلايد ببالنا نحن، ضروري جدا انه ما نعتمد على تحليل صورة السيفالومتريك لحالة، لازم يكون في معها شغلات تشخيصية تانية داعمة إلها. واذا لقيت انه احيانا في تعارض بين التحليل السيفالومتري وبين مثلا التحاليل الاخرى او بين الفحص السريري مثلا، فبدي انا قاطع بين هذه المعلومات جميعا لحتى احصل على خطة علاج سليمة ان شاء الله، وبتوصلنا لنتائج علاجية جيدة وصحيحة. بهذا الشكل بتكون انتهت المحاضرة. أرجو أن تكون محاضرة مثل ما قلت بالبداية بسيطة وخفيفة الظل، وأي سؤال فأنا جاهز للإجابة عليه، سواء بالمراسلة عبر الإيميل الواضح في هذا السلايد أو عبر صفحة الفيسبوك. وشكرا جزيلا لإصغائكم.